شاركنا بالمعرض هذا لأنه نحن يعني شعارنا الأساسي هو دعم الصادرات. اليوم البوابة الذهبية داعمة للصناعيين والتجاريين والصناعات بكافة أنواعها. بدنا نقدر اليوم نرجع نحرك الصناعات والتجارة، فعن طريق خدماتنا قادرين نحن نساعد. نحن شركة جديدة نشأت بالفترة هي خلال من السنة الأولى، من أول السنة تقريبا، هدفها إنشاء مشروع لإنتاج مادة الإسمنت في منطقة أبو الشامات اللي بتبعد عن دمشق بحدود 100 كيلومتر. الطاقة الإنتاجية للمعمل اللي نحن قيد الإنشاء حاليا هو 5000 طن يوميا، تقريبا بشكل إجمالي 1.5 مليون طن سنويا. معملنا معمل إعمار غد لصهر المعادن لإنتاج البلت عن طريق 3 مصادر. المصدر الأول إعادة تدوير السكراب، المصدر الثاني الفلزات المعدنية، المصدر الثالث فرن الحس الكهربائي. معمل فورس ستيل لدرفلت الحديد هو لإنشاء لإنتاج أسياخ الحديد المحلزن من البلات المصنع بشركة أعمار الغد وحسب المواصفات العالمية والسورية. طبعاً اليوم مشاركتنا بإكسبو هي بهدف نرجع نعزز التواصل مع مجموعة الزوار والوافدين من رواد الأعمال المهتمين بالمنتج السوري، نعزز ثقافة المنتج السوري اللي دائماً عم يتميز بجودته وبسعره المنافس محلياً. طبعاً في مجموعة من العلامات التجارية اللي قدرت توصل للعالمية كمنتجات سورية غذائية، نحن بنطمح أن نكون من هيدي العلامات التجارية. عنا كل الأرضية الخصبة اللي بتساعدنا، بضل أنه الجهد والاجتهاد وأكيد تتحسن الأوضاع. ومعروف تماماً أنه المنتج السوري عنده مصداقية عالية اتجاه كل البضائع، يعني هذا لمسناه وحكونا عنه الزوار. يعني المنتج السوري غير، من دون ما نسمي، إذا بدنا نسمي غير منتجات مطلوب بالاسم. اليوم جاية التجار على المعرض كان فيها سهولة، حتى نوعية التجار اللي اجتمعنا فيها كان في إقبال كبير، إن كان من المحافظات ولا إن كان من الدول المجاورة. يعني اليوم نحن شفنا تجار من لبنان، شفنا تجار من العراق، حتى من الخليج، من الكويت، وحتى شفنا تجار أخذ وكالات ببلاد أوروبية مثل برلين ومثل السويد. والحمد لله يعني هذا كله بيزيد من عجلة الاقتصاد وبيزيد من ترميم هالاقتصاد اللي مرق على البلد بعد هالحرب اللي مرقت فيها. تنوع كبير يشهده معرض الصادرات السورية، صناعات مختلفة وخطوط إنتاج جديدة تغطي حاجة السوق المحلية والتصدير. 600 شركة محلية عربية وعالمية تشارك في إكسبو سوريا الذي يأتي كخطوة مهمة للترويج للصناعات والتعريف بالمنتجات السورية لاستعادة موقعها في الأسواق الخارجية. من أرض مدينة المعارض في دمشق، جعفر مهنا، شام FM.